فلأن يفيدك أخوك فائدة خير من الدنيا وما فيها، فائدة علمية خير من الدنيا وما فيها. وقد عايشت العرب أهل لساني بالذات في الشرق والغرب، وما رأيت أحدا راضيا عن هذه البلاد. سجلوها واغضبوا أو يضحكوا، خالطت وعاشرت وجالست في الشرق والغرب، ما رأينا من يخلص الود أو الحب لهذه البلاد. انتبهتم؟ اللهم إلا مؤمن سلفي العقيدة رباني السلوك، وهم قليل. هذا نعم، وأقول هذا ويتكرر القول ويتضح المقام في هذه الأيام، أيام الفتنة، ونجد من خرج من هذه الفتنة إلا السلفيون، وتورط فيها الآخرون. لا إله إلا الله، لأن العقيدة إذا تبلورت في النفس وصفت وزكت لها الروح وطابت وطهرت، صاحبها يرى الحق حق والباطل باطل، والذي لا يملك هذا النور يخلط ويخبط، وتأتي الغشاوة على بصره شهوة فقط، يتنكر الحق وينكره.